بروسيا، بدأت روسيا نشوف الخريطة الثانية تعمل حشودها على أوكرانيا، على حدود أوكرانيا. نعم. فالحشود اللي عملتها روسيا هي قدامنا هي، وعلى فكرة أنا جايب الصورة دي 200 عشان ما حدش يقول إن إحنا بنألف. الحشود الحشود هي قدامنا بحجم القوات ما بين روسيا وأوكرانيا. أي حد يا مدام عز ضابط مقدم أركان حرب درس يقول إن الحشود دي حشود هجومية. تمام. ولكن انا عجبني مقدمتك ان امريكا زي ما قلت مش عارفه حضرت العفريت مش عارفه تصرفه. قعد حلف الناتو يزق اوكرانيا وانها ترفض طلبات روسيا عشان روسيا تخش في حرب. ولما دوله تخش في حرب ده معناه ايه؟ يستنزف اقتصادها. روسيا هي ثاني دوله في العالم، هي العدو الرئيسي لامريكا النهارده. فلما تخش في حرب ويستنزف اقتصادها يبقى ده مصلحه لمين؟ لامريكا. يبقى احنا هنا بنتكلم فكرة انه حرب الاستنزاف اضعاف، يعني مش بالضرورة انه الحرب تبقى طول الوقت مسلحة او بسلاح دكتور سمير، لكن طول الوقت هي في توتر طول الوقت ومع طول الموارد. ايوه، استنزاف للموارد لاضعاف هذه القوة، اضعاف الدولة. يا مدام عزة احنا عدنا 6 سنين في حرب الاستنزاف مع اسرائيل. نعم. ما تبناش مدرسة. ايوه. ما تبناش مستشفى. نعم. ما تبناش طريق. ايوه. فدايما الحروب بتمص اقتصاد الدولة. طبعا. تمام. طبعا. نرجع بقى تاني. لما اوكرانيا ما التزمتش وصممت باعاز طبعا من الدول الاخرى. عجبتني مقدمة قوي. فبدأت روسيا تهاجم على اوكرانيا. طب نبص هل المقياس بين الدولتين كان يسمح لروسيا انها تنتصر؟ لا، تعالي شوف الصوره الثالثه. بتقول لنا حجم، احنا بنسميه عندنا في القوات المسلحه مقارنه القوات. نعم. الدوله دي عندها قد ايه والدوله دي عندها قد ايه. نعم. سواء القوه العسكريه هنلاقي مثلا روسيا عندها 1,000,000 جندي البند الثاني، اوكرانيا عندها 250,000. ميزانيه الدفاع الروسيه 42 مليار. نعم. واوكرانيا 9 مليار. نعم. عندها 7,000 طيارة مقاتلة. نعم. 789 وأوكرانيا 42. يعني ما فيش وجه للمقارنة على الإطلاق. الدولة الثانية في القوات المسلحة عالميا. نعم. فطبعا كان من البداية معروف ان مين هينتصر يا مدام عز، معروفة. طبعا. وبالتالي نشوف الصورة اللي بعديها هنلاقي ان بدأ الهجوم اللي تم من روسيا في اتجاه اوكرانيا. نعم. وانا الصوره دي معلش يمكن بالاجنبي بس طبعا محطوطه بره، لكن باينه. نعم. عندنا فوق كييف، فوق خالص اللي هي العاصمه. نعم. كان عليها 3 اسهم. نعم. كان الاول الهجوم الرئيسي في اتجاه كييف. ثم تحت بدات الهجمات على نقول ايه الجمهوريات اللي هي انفصلت على روسيا. تمام. ودي كانت بدايه الهجوم. نعم. العشر ايام الاولى نجحت روسيا انها تدمر البنيه الاساسيه في اوكرانيا. دمرت القوات الجويه، المدفعيه، مراكز القياده. نعم. كل البنيه الاساسيه اتدمرت. نعم. واحنا كلنا كنا متوقعين ان الحرب دي هتاخد 3-4 اشهر وتنتهي. بعد التقديرات قالت كده. نعم. على التقديرات. ولكن طبعا لما اوكرانيا فقدت قوتها العسكريه بدات تحارب حرب المدن. وحرب المدن دي عندنا اصعب حرب احنا طبعا عسكريين. طبعا. وبنسمي المدن مقبره الجيوش. صحيح. القاهره تخش تحتلها اي قوات ازاي؟ منين؟ اسكندريه؟ لا صعبه. انت فاهمه؟ وبالتالي كان الهدف الروسي في الاول كييف اهي فوق اهي اللي كانت روسيا عايزه تستولي على كييف العاصمه وتسقط النظام. صحيح. ولكن بعد كده طبعا اتقل طبعا بوتين اللي نصحوه قالوا له مفيش داعي تستولي على كييف لان سليزينكي لو مشي اللي هو الرئيس ده منتخب. طب انت اما تيجي تعمل معاهده سلام هتمضي الاتفاقيه مع مين؟ فبداوا يغيروا الاتجاه. وبدل ما ياخد كييف تسقط قال لك لا، سيب سليزينكي الرئيس منتخب عشان لما يمضي اتفاقيه سلام يبقى ماضي مع اتفاقيه مع رئيس منتخب. صحيح. نعم. النهارده بقى نقول بعد اللي حصل في سيت ايه اللي حصل بقى؟ لا، وبعد 6 شهور هل اتحققت الاهداف دكتور سمير؟ بصي دايما يعني سؤال كويس.
الهدف من الحرب الروسية على أوكرانيا منعها من أنها تنضم لحلف الناتو. تمام. وهو زينك بعد شهرين قال مش هنضم لحلف الناتو. أيوة. طبعا في أهداف تانية طلبتها بقى، عايزة تضم شبه جزيرة القرم لها وبتاع، إنما حتى الآن خلاص أوكرانيا ده القرم رجعوا يتكلموا عنها دلوقتي. طبعا. فدي أول حاجة. تعالي نشوفي بقى إيه اللي حصل بعد ست شهور. أوكرانيا فقدت 20% من أراضيها، ده تبقى لتصريح الرئيس زيلينسكي. 20% روسيا محتلها. أيوة. أوكرانيا فقدت 9000 قتيل، أنا بتكلم على التصريحات اللي جاية من الرئيس الأوكراني. نعم رسمي. تمام. تعالي بقى نخش على المشكلة الثانية اللي حصلت. الاقتصادية، الاقتصاد. حصل إيه في العالم؟ قلنا في البداية مدام عزة إن أمريكا عملت كده لإضعاف الاقتصاد الروسي. نعم. حطت عليه قيود، وحطت عليه نقول إيه، منعت السويفت، عملت حاجات كتيرة جدا في صحيح. روسيا. لكن إحنا في النهاية يهمنا المنظر إنه شكله إيه؟ الروبل شكله إيه النهاردة؟ نعم. الروبل زي الفل، والروبل أعلى مما كانت عليه قبل 24 فبراير. نعم. إذن الاقتصاد الروسي بصفة عامة طبعا تأثر، لأن الحرب بتستنزف موارد الدولة طبعا، إنما لم ينهار الاقتصاد الروسي. شوف بقى الموضوع الثاني وهو الحبوب. نعم. حصل مشكلة في العالم. عندما عزة 30% من إنتاج القمح والذرة والزيوت والأسمدة بيطلع من دولتين اللي هي روسيا، سلة الغذاء العالمي. نعم. سلة الغذاء العالمي. نعم. فبالتالي الحرب دي أوقفت التصدير. كل الدول تأثرت، أولا شورتج نقص الحبوب، ثم اتنين الأسعار نطت. صحيح. طبعا بما فيهم مصر، كل طبعاً. الدول طبعا.